هنتكلم في المحاضرة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في المحاضرة دي زي ما قلنا في المحاضرة السابقة، تكلمنا عن براكتن ميثود، وقلنا براكتن ميثود عند اختبار معين انه شنو، انه الاف اي كروس الاف بي اقل من شنو، اقل من الزيرو. قلنا فيها فرعين، اي اخذنا المره اللي فاتت بايسكشن ميثود، المره دي هناخد شنو، هناخد فولس بوزيشن ميثود. طيب فولس بوزيشن ميثود طريقه بسيطه، نفس الفهم الفات، نشوف الطريقه بتاعتها كيف او تكراراتها كيف. ولاحظتوا اتفقنا قلنا انه الاي بيديني لها نقطه والبي بيديني لها نقطه، وبتديني شنو، بيديني الداله بتاعت الاف اكس، وثاني بيديني شنو، بيديني التولرانس أربعة، بدينا أربعة شنو؟ أربعة معطيات. طيب لو لاحظتوا احنا ليه بنهتم بالجانب بتاع التطبيق في المسائل؟ لأنه لو لاحظتوا من عنوانكم، من عنوان الـ 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 من الكورس ذات عبارة عن نيوميريكال ميثود وليس نيوميريكال أناليسيس. لو كان نيوميريكال أناليسيس كان هيكون أدق، وكان هيكون شنو؟ فيه تفاصيل أكثر. أما نيوميريكال ميثود هنشتغل الطرق، وكيف نعرف نطبق عليها بالكالكوليشن بيدينا، وكيف نقدر نطبق عليها بشنو، بواسطه شنو، الماتلاب. طيب عندنا هنا الداله اف اكس نفسي الاكزامبل السابق، نفس الحاجه مديني الاي بي 0 والبي بي 1 والتولرنس الداله ب 10 سالب 6. لو لاحظتوا الاف اي نفس الشيء والاف بي، وقلنا شنو اختبرناه، قلنا اف اي شنو وصل اف بي جاتنا بشنو اقل من الزيرو، ممكن نشتغلها بشنو، ممكن نشتغلها بطريقه شنو، قلنا البراكتين براكتين ميثود. البراكتين ميثود قلنا بتنقسم لفرعين A و B، بايسكشن ميثود بايسكشن، والطريقة الثانية شنو؟ فولس بوزيشن، فولس بوزيشن. في المحاضرة السابقة أخذنا بايسكشن ميثود، وفي المحاضرة دي هناخد شنو؟ هناخد فولس بوزيشن ميثود. طيب نشوف اللي بيحصل شنو؟ ذا ايتريشن أو شنو؟ نشوف هنشتغل كيف؟ أول خطوة لو لاحظتوا في الليكشر السابقة، لو لاحظتوا كان بنعمل شنو؟ بنجيب السي أول، نقول بيساوي A بلس B على 2، ثاني نوجد شنو؟ نوجد الـ FC في الخطوة الثانية. لاحظوا معي هنا حنوجد شنو أول حاجة؟ كالكوليت FA، نوجد أول حاجة شنو يا شباب؟ نوجد الـ FA. بعدها حنوجد شنو؟ حنوجد الـ FB. طيب بعد وجدنا الـ FA ووجدنا الـ FB هنعمل شنو؟ اوجدنا الـ FA ووجدنا الـ AB، لاحظوا معي هنوجد الـ C، والـ C لو لاحظتوا قانون A في FB ناقص الـ B ماينس الـ B في FA على شنو؟ FB ناقص شنو؟ الـ FA. طيب ده كله عشان نوجد شنو؟ ده كله عشان نوجد قيمة الـ C. في المحاضرة السابقة والليكشر السابق كان بنوجد الـ C كيف؟ كان بنوجد الـ C كالآتي، كان بنقول الـ C ماله equal a plus b by 2، يعني شنو؟ حاجة بسيطة شديد. لاحظوا هنا السي معتمد على شنو؟ معتمد على الاف اي، معتمد على الاف بي، معتمد على الاف اي والاف بي. عشان كده الخطوة الأولى والثانية أوجدنا الاف اي ووجدنا شنو؟ الاف بي. طيب أوجدنا، طيب الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة طوالي هنحسب شنو؟ الاف سي. الخطوة الرابعة طوالي هنحسب شنو يا شباب؟ هنحسب شنو؟ الاف سي. طيب يا شباب الاف سي، فهمكم للاف سي شنو؟ الـ FC بما انه حسبتها انا عندي C معناتها حوجد الـ FC، والـ FC عارفين حنوجدها كيف؟ هنعمل شنو يا شباب؟ هنجي نعوض في الدالة بتاعتنا دي شنو؟ بدل كله X هنعوض شنو؟ هنعوض C، هنعوض C، هنعوض C، وهكذا. طيب جاتني، جاتني شنو؟ جبتها حسبت الـ FC. طيب نجي للاختبار نمبر 5 ونمبر 5، ده اللي بيحدد المساله. اذا كان القيمه المطلقه، لاحظ مع القيمه المطلقه، اما اقول لك قيمه مطلقه معناها اشاره شنو؟ بوزيتيف موجبه، معناها شنو بوزيتيف موجبه؟ ماله؟ يعني ماله؟ اقل من او يساوي التولرنس بتاعي اللي بديني له في المساله اصلا، بقول طوالي السي بيساوي شنو؟ روت، ده الروت الدائري. ستوب. المساله حقتي انتهت. اذا كان القيمه المطلقه للاف سي اقل من او يساوي التولرنس، اذا بقول شنو؟
السي طوالي بيساوي الروت، لانه احنا كلنا برنامجنا بيبحث عن شنو؟ بنبحث عن الروت، دايرين الجزر. اوجدنا الجزر معناه المساله مالها اند ستوب، المساله انتهت. طيب لو لقينا الاف سي مالها عكس كده، لقينا شنو؟ الاف سي مالها اكبر من شنو؟ اكبر من الزيرو. في الحاله دي اكبر من شنو؟ سوري، اكبر من شنو؟ اكبر من شنو؟ قلنا اكبر من التوليرانس، اكبر من التوليرانس المحطى عندي. طيب طوالي بقول شنو؟ بقول بما انه لقيت اكبر من شنو؟ بما انه لقيت اكبر من التوليرانس، معناته مالو؟ بمشي للخيارين واحد وشنو؟ واثنين. اف اف سي، اف سي دي من غير قيم مطلقه مالها كانت موجبه بوزيتيف، اذا البي ايكوال سي. اف اف سي سالبه، اذا شنو؟ الاي ايكوال سي. تمام؟ ايكوال سي. ريبيت، هشتغل اكرر لبتين، هكون بكرر كده في المزايا لبتين. لو لاحظتوا في 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 الدرس الفات او الليكشر السابق كان شنو؟ بحدد كيف؟ بحدد في حاله شنو؟ بحدد بقانون اسمه ان ماكس، كان ده محدد لي الخطوات بتاعتي. كان في المزايا السابقه تقريبا كم وقفنا في الخطوه كم؟ رقم 20. هنا ما عندي قانون بيحكم لي خطواتي، هنا ما في قانون بيحكم لي خطواتي، اللي بيحكم شنو؟ اللي بيحكم انه بعدين الاف سي دي حكون مستمر، حكون مستمر في قيم الاف سي طوالي، حكون مستمر الى وين؟ الى اما اجد قيمه اف سي تكون مالها اقل من التوليرانس. حكون شغال طوالي اف سي، اف سي حوجد اف سي، وثاني حكرر العمليه من نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 وانا ماشي. طيب ثاني ما جاتني، ثاني مالو؟ بجيب الاف سي، بغارينا مع شنو؟ بغارينا مع التوليرانس. لقيت اكبر طوالي حامشي شنو؟ حامشي طوالي ثاني اكرر عمليتي، حوجد اف سي ثاني. لقيت اكبر حاستمر هكذا. طيب حاجيب وين؟ حاجيب اذا كان شنو؟ اذا لقيت الاف سي دي مالها اقل من شنو؟ اقل او تساوي شنو؟ التوليرانس. يعني انا زمان عندي قانون انه الام ماكس في المحاضره السابقه انه بحدد لي خطواتي 20 خطوه، في الخطوه ال 20 انا مناقيف مالو؟ وقفت في الخطوه ال 20 بيحصل لي شنو؟ فعلا بلقى شنو؟ بلقى الاف سي اقل من شنو؟ اقل من او يساوي التوليرانس. لكن هنا انا ما معروف في الخطوه رقم كم، انا ما معروف، ما عندي يعني. انا في الفاتت بعرف بقيف وين، لكن هنا ما بعرف بقيف وين، بعرف بقيف وين كيف الا اما شنو؟ هعمل مقارنه كل مره اجي شنو؟ اف سي لقيتها اكبر من التوليرانس، حتاني حكرر الخطوه 1 2 3 ثاني شنو؟ حاجي 5 حكرر 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 ذا الريبيت. اما نصل لشنو؟ اما نصل لقيمه الاف سي هذا اللي بتكون مالها اقل من او يساوي التوليرانس. اذا وصلت لقيمه الاف سي الاقل من او تساوي التوليرانس، اذا مالو كده خلاص المزله حقتي حتقف هنا. والسي بيكون شنو؟ بيساوي شنو؟ يا تو سي اللي بيساوي الروت السي هذا، السي اللي بيساوي الروت هذا، السي اللي جات منه شنو؟ الاف سي الاخيره. يعني شنو؟ بمعنى اوضح او بمعنى ثاني، بمعنى اوضح يعني احنا هنعمل شنو زي ما قلنا؟ ثاني نقول شنو الاف سي؟ الاف سي مالها يا شباب؟ هنعمل لها عمليه شنو؟ حنكرر كل مره نكرر الخطوه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. اذا لقينا في الخطوه الخامسه لقينا شنو؟ لقينا الاف سي قلنا اقل من او يساوي التوليرانس، اذا بنقول السي بيساوي الروت والمزال انتهى. اما اذا لقينا الاف سي قلنا اكبر من التوليرانس، عندي خطوتين دي اف سي موجبه، اذا البي بيساوي سي سالبه، اذا الاي بيساوي سي. طيب الخطوه دي حتتكرر بتين؟ الخطوات دي حتتكرر بتين؟ حتتكرر كل مره نجيب شنو؟ قيمه الاف سي. لقينا اكبر من التوليرانس، ثاني حنمشي شنو؟ نعيد الخطوه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وهكذا الى اما نصل لقيمه شنو؟ للاف سي مالها اقل من او يساوي شنو؟ التوليرانس. وصلت لقيمه زي دي، انا وصلت لقيمه زي دي، وصلت لقيمه زي دي، معناتها شنو؟ معناتها الاف سي اقل من يساوي التوليرانس، المساله حقتي انتهت، والسي بيساوي الروت الجذر. السي دي اتا، السي دي الناتج منه شنو؟ الاف سي الاخر واحده دي. كده المساله حقتي بتكون انتهت، وجدت شنو؟ وجدت الروت. اما نطبق مسائل ان شاء الله الناس مالو
حنطبق مثال والناس كله شنو حتنتبه ليه للموضوع ده. نتمنى التوفيق نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، ونتلاقى المحاضرة المقبلة ان شاء الله.